الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف مع تراجع أسعار النفط العالمي، وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيلة 11 سنتا ليصل إلى 82 دولارا و87 سنتا للبرميل، فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 11 سنتا أيضا ليصل إلى 85 دولارا و72 سنتا. يشار إلى أن أسعار النفط العالمي شهدت انخفاضاً بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت المخاوف من تباطؤ الطلب وسط مخاوف من أن يؤدي العدوان الصهيوني على غزة لاضطراب إمدادات الشرق الأوسط. استقرت أسعار الذهب بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية بحثاً عن مؤشرات حول مسار خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299 دولاراً للأوقية بعدما انخفض إلى أدنى مستويات منذ العاشر من شهر حزيران. وتترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة. كشف البنك الدولي أنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة متوسطة الدخل نمواً قوياً خلال الفترة بين عامي 2021 و2022، شهدت هذه التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار. وتشمل مخاطر والتطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات. أثار تراجع الين عند أضعف مستوى منذ نحو 40 عاماً أثار قلق السلطات اليابانية. وقال كاندا نائب وزير المالية الياباني إنه من المقبول عموماً أن الضعف الحالي في الين ليس له ما يبرره بالضرورة، وبالتالي يعتقد أنه مدفوع بالمضاربين. وأصبح ضعف الين بمثابة صداع لصناع القرار السياسي الياباني من خلال زيادة تكلفة المواد الخام المستوردة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم والإضرار بالاستهلاك. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.